and draw normal stress distribution at section AA. ومدينا السكشن ده فين؟ تحت. ماليش دعوه بشكل القطاع، شكل القطاع ده ولا يلزمني، اللي هيلزمني منه بس ان انا اخد الوزن بتاعه على السكشن اللي انا بدرسه. لكن لما اجي اشتغل خصائص القطاع بحسبها للسكشن اللي انا شغال عليه، بس اللي هو سكشن مين؟ ايه اللي هو رسمه لي فين؟ في البلان ده. طيب الشكل ده هتعامل معاه ازاي؟ مثلث ومستطيل. ده ان شاء الله اما تكبر شويه كده مثلا وتشتغل على برنامج ولا حاجه وتيجي تعمل حاجه بالمنظر الغريب ده بيسميها نون بريزماتيك سيكشن، اللي هو لو الحاجه طالعه مكعبه من تحت لفوق بنفس الابعاد بنسميها بريزماتيك. لما الابعاد بتاعته تتغير زي كده، اللي هو تحت كان 2 في 2 و4 من 10 وصل لفوق بقى 1 و2 من 10 في كام؟ في العرض اللي هو 2. تمام؟ ده بنسميه نون بريزماتيك سيكشن، يعني كل قطاع له ابعاد مختلفه عن اللي تحت. لو جيت خدت سيكشن هنا كده هتلاقي الابعاد مختلفه عن اللي انا شغال عليه تحت، ولا يفرق معايا الكلام ده اي حاجه. هنا ده هيعمل لي وزن كده نسميه مثلا دبليو 1. ده بيأثر فين ده؟ في نص المسافه دي، نص المتر 20. وفي عندي وزن الناحيه الثانيه هنا دبليو 2، هيأثر على بعد كام؟ 1.2 على 3 اللي هي 4.10. اول حاجه بنبتدي نحسبها بنحسب خصائص القطاع اللي انا هشتغل عليه. القطاع ده عباره عن ايه؟ عباره عن مستطيل. مستطيل يعني انت عارف محور اكس بتاعه فين ومحور واي بتاعه فين، والاثنين محاور تماسك، يعني احسب لهم الانرشي على طول اي اكس واي واي. يبقى اول حاجه بالنسبه للقطاع بتاعي الاريا بتساوي كام؟ 2.4 من 10 في 2. 2.4 من 10 في 2 بيساوي كام؟ 4.8 من 10 متر مربع. اول حاجه نحسبها خصائص القطاع. جبنا الاريا اي اكس بيساوي الموازي 2.4 من 10 في 2 تكعيب على 12. اي واي الموازي 2 2.4 من 10 تكعيب على 12. تمام؟ فيها المشكله دي؟ تمام. هيطلع معاك الارقام دي بتساوي 1.6 من 10 اللي هي اي اكس متر اس 4، والاي واي هتساوي 2 علامه 304 من 1000 متر اس 4. كده خلصنا اول خطوه خصائص القطاع. لو حبيت تقول له بعد الاريا دي ان الاكس والواي دول اكسس اوف سيمتري، يعني محاور تماثل، عشان كده احسب اي اكس واي واي على طول، مش هحسب ايه؟ مش هحسب سنترويد. بعد كده احسب سترينينج اكشن. بالنسبه للان هتساوي الان عباره عن القوه الراسيه اللي بتاثر على السكشن اللي انا بدرسه. مفيش عندي قوه راسيه غير مين؟ غير الوزنين. احسب الوزن الاولاني الان هتساوي سالب دبليو 1 سالب دبليو 2. طب احسب دبليو 1 ودبليو 2. دبليو 1 هيساوي كام؟ هنقول ان هو مدينا الجامعة بتاعت الكونكريت بيساوي 2 طن على المتر المكعب. دبليو 1 هتساوي كام؟ هاخد تكعيب بالشكل ده 1.2 من 10 في العرض 2 في الارتفاع كام؟ 4.5. يبقى 1.2 من 10 في 2 في 4.5 ده كده المكعب. هضربه في كام؟ في الجامعة اللي هي ب 2. دبليو 2 هيساوي تكعيبة الشكل ده اللي هي هجيب مساحة الاليفيشن واضربه فين؟ في العرض. مساحة الاليفيشن 1.2 من 10 في نص في الارتفاع في العرض اللي هو كام؟ 2. 1.2 من 10
في 2 في نص. ده كده الحجم اضربه في كام؟ في 2 يدينا في 4 ونص كمان. الكلام ده اشوفه يطلع بكام؟ على حسب دبليو 1 تطلع ب 21.6 ودبليو 2 10.8 من 10 طن. شوف انت ضربت في الجامعه ولا لا؟ نص دقيقه تمام؟ نعم. امال انت عايز تجيب كام وزن؟ طب انا عندي الشكل ده لو هو ابعاده من تحت زي فوق كنت هحسب الوزن بتاعه كله مره واحده، لان انا عارف هو الوزن بتاعه ده بيأثر فين. انا ليه حسبت ده وزنين؟ لان ما اعرفش السي جي بتاع الكتله دي الوزن بتاعها هيروح فين. تمام؟ فانا عايز اقسمه لمكعبات عارف مكان الوزن بتاعها فين او وزنها هيأثر فين. البلوك ده كده اللي هو 1.2 في عرض 2 في الارتفاع 4.5 هيأثر في النص. تمام؟ التاني ده هيأثر في التلت والتلتين، لان ده مثلث. وبالتالي الوزن ده هنا نازل هنا اللي هو دبليو 1 على بعد كام من هنا؟ نص ال 1.2 يبقى كام؟ 6. الوزن الثاني اللي هو دبليو 2 نازل على بعد 4 اللي هي التلت والتلتين من المسافة. تمام؟ اثنين دي تحت ال الايه؟ هي نص 1.2 في 4.5. هنكتبها تاني معلش. هات لي التكعيب بتاع المثلث ده. هاخد مساحته في الاليفيشن واضربه في العرض اللي هو 2. مساحته في الاليفيشن تساوي كام؟ نص 1.2 في الارتفاع 4.5 في العرض اللي هو كام؟ 2. ده كده الفوليوم. خدت مساحه في عرض ادتني الحجم. اضرب ده في كام؟ في الجامعه اللي هي تساوي 2. حد عنده سؤال تاني في الوزن؟ طيب يبقى ال N عندي هتطلع بتساوي سالب 21.6 زائد 10.8 طلعوا كام؟ كام؟ 32.4 بالسالب والوحدة بتاعتي طن. حد عنده مشكلة؟ لا. طب نيجي نحسب M X. بالنسبة للام اكس القوة الأفقية عندي اهي اللي هي 5 طن. ام اكس القوتين دول على محور اكس ما يعملوش عزل لأن ما لهمش ذراع عزل، والقوة دي موازية لمحور اكس برضه ما تعملش عزل. يبقى ما فيش ولا قوة تعمل عزل حوالين مين؟ حوالين اكس. يبقى الام اكس بكام؟ بصفر. تمام؟ ام واي عندي دبليو 1 هتعمل عزم حوالين واي، ودبليو 2 هتعمل عزم برضه حوالين واي، ومين؟ الخمسة نفس الكلام هتعمل عزم حوالين واي. بالنسبة لدبليو 1 ذراع عزمها كام بالنسبة لواي؟ 6.6. طب دي لما تلف حوالين واي المفروض انها تلف كده لأن اتجاه السهم بتاعها لتحت، فتعمل ايه في الربع الأول؟ تنشف. يبقى الإشارة بتاعتها موجبة. دبليو 1 ب21.6 في 6.6 اشاره موجبه. دبليو 2 هتلف كده تضغط الربع الاولاني يبقى الاشاره ايه؟ سالبه. يبقى دبليو 2 سالب 10.8 سالب 10.8 في 4.4 10.8 في 4.10 فاضل عندي مين؟ الخمسه. البعد بينها وبين السكشن اللي انا بدرسه كام؟ اللي جاي من دبليو 1 ودبليو 2 فاضل عند مين؟ الخمسه. ذراع عزمها كام؟ انا بدرس سكشن اي اي المسافه بين القوه والسكشن كام؟ 1.5 مش هضرب في الارتفاع وخلاص. يبقى عندي 5.5 دي بتلف كده تعمل ايه في الربع الاول؟ ضغط عليه يبقى سالب 5.5 دي كده قيمة الـ MY.
هنجمع الكلام ده يطلع بيساوي 1.14 موجب 1.14 طن من لحد كده. في مشكله يبقى انا حسبت خصائص القطاع الثلاثة اهو الاريا والاي اكس والاي واي، جبنا الستريننج اكشن ان وام اكس وام واي. اروح اعوض في المعادله بتاعتي سيجما بتساوي ان على الاريا ام اكس على اي اكس في واي ام واي على اي واي في اكس. الان بكام؟ بسالب 32.4 على الاريا 4.8 زائد ام اكس بكام؟ بصفر، يبقى الترم ده كله بصفر. ام واي 1.14 على اي واي اللي هي كام؟ 2.304 في اكس. يطلع الكلام ده بيساوي كام؟ كام؟ 675,000 بالسالب زائد 1.14 على تطلع 495,000. دي كده معادلة النورمال ستريس بتاعك. يعني عند أي نقطة عايز تحسب النورمال ستريس بيساوي كام؟ عايز بس تجيب الإحداث إيه؟ إكس بتساوي كام؟ عايزين بقى نجيب معادلة النيوترال إكس. يبقى النيوترال إكس إيكويشن بحط السيجما بتساوي صفر. يبقى عندي صفر بيساوي سالب 675,495 إكس. يعني إكس هنا هتطلع بتساوي كام؟ 675,495 تطلع بكام؟ 1364. بالموجب لما يبقى عندي معادلة خط مستقيم بدلالة X، يبقى ده الخط المستقيم ده خط موازي لمحور Y، وإحداث X بتاعه بيساوي كام؟ 13 بيساوي الرقم اللي أنا طلعته ده. طب الرقم ده لو ما لو مش موجود معايا في حدود الصفحة بتاعتي هيفرق معاك؟ وأنا عارف إن هو محور Y أو النيوترال أكس موازي لمين؟ محور Y. على بعد كام بقى ما يفرقش معايا؟ يعني أنا لو عندي حدود الورقة بتاعتي إيه؟ وأنا الرسمة اللي أنا برسمها البلان أهو، وده محور إكس وده محور واي، والمسافة دي كلها 1.2 عشان أجيب 13.6 دي أروح أجيبها منين مش عارف، بس ما تفرقش معايا في حاجة. أنا عارف إن هو موازي لمين؟ موازي لمحور واي، يعني هو حاجة بره كده. فهعمل هنا كده خط موازي لمحور واي وأقول ده مش النيوترال إكس، ده مين؟ ده الموازي للنيوترال اكس. تمام؟ وصلوا الحكايه دي؟ طيب انا المفروض اخد خط موازي ده عند اقرب نقطه وابعد نقطه. فاقرب نقطه دي اسميها كام؟ اي نقطه هنا مش هتفرق، ليه؟ لان كل دول نفس الاحداث اكس. يعني النقطه اللي فوق دي احداث اكس بتاعها كام؟ هجيبها من البلان 1.2، تنزل هنا برضه 1.2، نفس الخط يبقى نفس الاحداث اكس. وابعد نقطه برضو نفس احداث اكس على الخط ده كله، يبقى اسمي دي نقطه رقم واحد ودي نقطه رقم كام؟ اتنين. رقم اتنين. احداث النقطه رقم واحد دي بكام؟ البوينت رقم واحد. احداثياتها في اكس بتساوي موجب 1.2 واي بصفر، او واي ما تلزمنيش، خلينا نقول اكس على طول بتساوي 1.2. هجيب السيجما واحد هتساوي، واحنا ليه سمينا دي واحد؟ عشان قلنا القريبه تبقى 2 والبعيده 1. صح، يبقى النقطه رقم واحد سالب 1، خلي دي 2 معلش. ايوه، وبوينت واحد سالب 1 اكس عندها بكام؟ سالب 1.2 سالب 1.2 بديت تطلع. يبقى هنا دي سيجما 2 هتساوي، عوض في المعادله بتاعت سيجما سالب 6 475,000 في 1.2 سيجما واحد هتساوي سالب 6 75
سالب 495 من 1.2. اطلع من هنا قيمه سيجما 1 وسيجما 2. لما تبقى الاكس للسالب هتطلع سالب 7.34%. طلع على المتر المسطح لان ده ستريس. والثانيه هتطلع بتساوي سالب 6.15% طن على المتر المسطح. تمام؟ نيجي نوقع الكلام ده. قلنا انا عندي النيوترال الاكس هيطلع بعيد، فانا هاخد هنا كده موازي للنيوترال الاكس. فانا هاخد له لما تيجي تحط المثلث بتاعك او المسطره، اول نقطه هتقابلك في السكشن هي دي، هاخد موازي للنيوترال الاكس. وابعد نقطة هي دي. دي اللي سميناها واحد ودي سميناها اثنين، أي نقطة على الخط. خد خط عمودي على التلات خطوط دول في أي مكان أنت شايفه. وعند السيجما رقم واحد أو عند النقطة رقم اثنين هتوقع الستريس بتاع الاثنين كام؟ سالب 6.15% بالسالب. مثلا نقول حاجة كده. 6.15%. الناحية التانية كام؟ 7.34. المفروض أكبر من التاني شوية. 7.34. وهنا 6.15%. أوصل الاتنين دول ببعض. ده كده الاستريس على السكشن. لما إن شاء الله ربنا هيكرم ده كده تفضل تمد ده على استقامته كده يقابل اكس عند 13 عند 13 ونص 64 اللي احنا طلعناها دي يقابلها بالصفر اللي هي عندها النيوترال اكس. تمام؟ ولا تفرق معايا في حاجه، انا رسمت القيمه دي اهشر الكلام ده كده والاشاره بتاعته ايه؟ سالبه لان الاستريس كله سالب وده كده النورمال ستريس ديستريبيوشن. طبعا انت مش هتلخبط الدنيا كده زي ما انا عامل، المفروض ترسمها في ايه؟ في حته نظيفه شويه، يعني هتيجي على السكشن ده كده خط اهو خط اهو، وبعدين قيمه الاستريس هنا اقل شويه وهنا اكبر، وصلها كده دي 7.34 ودي 6.15 والاشاره بتاعتي سالب. ده كده النورمال ستريس ديستريبيوشن. تمام؟ حد عنده سؤال في الكلام ده؟ في حاجه صعبه؟ قول. هناخد مسألة دلوقتي عليك. لو مايل برضه نفس الكلام، يعني انا لو عندي النيوترال اكس ده مايل كده اخد له موازي اجيب النقطة البعيدة اسمها واحد والقريبة اسمها ايه؟ اسمها اثنين. لو خارج بره ولا تفرق برضه. خارج اهو هتاخد اقرب نقطة اللي هي دي اسمها اثنين والنقطة البعيدة اسمها واحد. تمام؟ حد عنده سؤال؟ طب نشوف مسألة تانية.